فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء. وكان المقرر في هذا المجلس بإذن الله تعالى هو مدارسة النحو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. باب العطف، هذا هو التابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد النعت، بعد التابع. التابع الثاني هو العطف. قال: التوابع أربعة: النعت والعطف. إذا الثاني من التوابع هو العطف. ثم قال: وعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين مفعول أحد الحروف إلى غيره. أي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا العطف، والعطف دار أهل العلم عند أهل العلم على نوعين: عطف النسق وعطف البيان. عطف البيان لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما ذكر عطف النسق فقط، عطف النسق. وعطف النسق عند أهل العلم هو ماذا؟ هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة، أي التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن هذا هو العطف. عطف النسق هو التابع، التابع هذا جنس يدخل فيه جميع التوابع، لأن كل التوابع يصدق أنها تابع. المتوسط بينه وبين مطبوعه أحد العروف العشرة، خرج به جميع التوابع ما عدا عطف النسق، لأن عطف البيان والبدل والتوكيد لم يتوسط بينه وبين مطبوعه بحرف، وإنما لها تعريف آخر. إذن هذا قيد أخرج جميع التوابع، فلم يبقى معنا إلا تابع واحد واش عطف النسق. وحروفه عشرة على مذهب المؤلف رحمه الله تعالى، ولذلك المؤلف قال: وحروف العطف عشرة. وهي على هذه الحروف العشرة على قسمين، هذه الحروف العشرة علاش على قسمين: منها ما يشرك في اللفظ والمعنى، وهي ستة أحرف. أي هذه الحروف منها ما يشرك الاسم الذي بعدها مع الذي قبلها في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، كيتشارك معها في اللفظ والمعنى. كتقول مثلا: جاء عمرو وزيد، فزيد مشارك لعمر في اللفظ، هذا مرفوع وذاك مرفوع، ومشارك له في ماذا؟ في المعنى، إثبات المجيء لهذا وإثبات المجيء لهذا. هذه الحروف التي تفيد هذا هي كم؟ هي عشرة، هي ستة، هي ستة. وقسم يشرك في اللفظ فقط، القسم الثاني يشرك ما قبله مع ما بعده في ماذا؟ في اللفظ فقط، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. وواحد فيه خلاف أصلا هل هو حرف عطف أم لا. إذن عند ثلاثة زائد تسعة هي كم؟ هي تسعة، ستة زائد ثلاثة هي تسعة، وبقي واحد هو حرف العاشر، هذا فيه خلاف أصلا هل هو حرف عطف أم لا. والصحيح الذي يصحه غير واحد من النحاة أنه ليس إيش؟ أنه ليس حرف عطف أصلا، وهو إما التفصيلية. إما لماذا؟ قالوا: لأن العاطف في الحقيقة فيها هو الواو الملازمة لها، الملازمة لها التي تكون إيش؟ قبلها، هي حرف عطف. يعني تقول مثلا: جاء فإما من بعد وإما فداء، وإما فداء، فعندنا واو قبل إما. قالوا: العاطف حقيقة هو الواو وليست إما، وأما إما فهي حرف تفصيل فقط، إذن فهي ليست حرف عطف أصلا. لماذا؟ قالوا: لأنه لو كانت حرف عطف للازم منه دخول حرف عطف على حرف عطف، وهذا لا يوجد. ما عندناش مثلا: وجاء عمر وزيد، فيكون حرف عطف دخل على حرف عطف آخر. إذن هذا يدل على أن إما ليس حرف عطف. إذن هذا يعني إجمال في هذه الحروف.